قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن الجهد المنسق الذي يقوم به التحالف واضح جدا خلال حصاد هذا العام، والإنجازات تتم من خلال دعم كل إنسان بداخله الثقة في الأفضل والخير لمن حوله، موجها الشكر لكل من يعمل في العمل الأهلي التنموي. وأكد الرئيس السيسي أن ظروف عام 2023 تحتاج إلى بذل جهد أكبر، وأن الأزمة الروسية الأوكرانية كبيرة ولها تأثير كبير مما يلزم بتضاعف مجهود التحالف في عام 2023. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها شهدت 57 طائرة وأربع سفن حربية تابعة للجيش الصيني في جميع أنحاء تايوان. وأكدت الدفاع التايوانية أنها أرسلت دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع، كما نشرت أنظمة صواريخ أرضية. قالت قيادة الجيش الصيني إنها أجرت تدريبات قتالية دورية حول تايوان مركزة على الهجمات البرية والبحرية للتصدي بحزم للأعمال الاستفزازية للقوى الخارجية والانفصالية المطالبة باستقلال تايوان. وذكر المتحدث باسم القيادة أن هذه التدريبات القتالية شاركت فيها قوات متعددة الخدمات وكانت مصممة لممارسة هجوم بري وهجوم بحري، وتعد هذه التدريبات الأولى من نوعها في عام 2023. أكد الرئيس الفلبيني أن بلاده تعتزم تعزيز العلاقات مع الصين أكثر مما كانت عليه خلال العقود الماضية، وأضاف أنه في ظل التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي فإن الصين ستقدم للفلبين العديد من الفرص الجديدة. أعلنت القوات الأوكرانية ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 111,760 جندياً منذ بدء العملية العسكرية، وخسارة روسيا 3,080 دبابة و6,147 من المركبات المدرعة و2,069 من النظم المدفعية و434 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و217 من أنظمة الدفاع الجوي و285 طائرة و275 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1856 طائرة بدون طيار و4809 من المركبات وخزانات الوقود. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس نجاح تعويم السفينة جلوري التي جنحت في القناة صباح اليوم بسبب عطل مفاجئ، وأنه جار سحب السفينة لمنطقة البحيرات لتصليح العطل الذي ظهر فيها. وأكد الفريق ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.